بدأت وحدة دعم مطور الأطراف المتنقلة باستقبال الحالات من خلال عيادتين متنقلتين أرسلتهما القوات المسلحة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة لمراجعيها في قطاع غزة ضمن مبادرة استعادة الأمل. باشرت وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة لاستقبال مراجعيها في قطاع غزة ضمن مبادرة استعادة الأمل بإشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين. وبدأت الوحدة باستقبال الحالات من خلال عيادتين متنقلتين أرسلتهما القوات المسلحة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر. وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني خان يونس 3 استمرارا للتوجيهات الملكية السامية باشرت عيادات الأطراف الاصطناعية بتقديم الخدمات الطبية بأسلوب احترافي ومميز. أوعز سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بتقديم مبادرة استعادة الأمل للأهل في القطاع ممثلة بإرسال عيادة أطراف صناعية حيث تقدم خدماتها بأسلوب احترافي ومميز بتركيب طرف صناعي خلال ساعة فيما يحتاج المريض بالظروف الاعتيادية إلى عدة شهور من المراجعات لأخذ القياسات وتركيب الطرف وإجراء العلاج الفيزيائي والتي تستهدف هذه المبادرة إلى 14,000 مصاب. ستباشر هذه المبادرة عملها اليوم إن شاء الله وعلى عدة مراحل حيث ستكون المرحلة الأولى من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة ومن ثم سيتم التوسع بتقديم الخدمات من خلال المستشفى الأردني المتواجد في شمال القطاع كمرحلة ثانية. بعد ذلك سيتم التوصل والتواصل مع أكثر من جهة طبية داخل القطاع لأخذ البيانات والمعلومات للأشخاص المصابين الذين يحتاجون هذه الخدمة ليتم زيارتهم وتقديم الخدمة الطبية لهم في أماكن سكنهم كمرحلة ثالثة. بدوره قال أخصائي أطراف اصطناعية نعمل على تركيب أطراف سفلية وعلوية لمبتوري الأطراف نتيجة الأحداث الجارية في القطاع من خلال تقييم حالة المريض لتركيب الطرف الاصطناعي حيث تتيح لهم استعادة القدرة على الحركة بشكل سريع إذ يمكن تركيب الطرف الاصطناعي في غضون ساعة واحدة فقط. وعبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة والجهود المتواصلة لتقديم الخدمة الطبية المجانية مما له الأثر الطيب في نفوس المدنيين.